Ιησούν Δέσποτα. Μουβάρακα τον μεμλεκα του Λάβη, Βαλίπνη Βαρούχ Ελκουδός, Αλάνα Βαχουλα Άνιν, Βαϊλά Δαχρι Δαχρίν. Αμήν. Εν ειρήνη του Κυρίου δαϊθόμεν. Κυρία أجل السلام الذي من العلا وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل سلام كل العالم وحسن ثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب. كيريا. أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل المسيحيين الحسانية العبادة الأرثوذكسيين إلى الرب نطلب. أجل أبينا وبطريركنا ثيوفيلوس وأبينا ورئيس أساقفتنا خريستوفوروس والكهنة المكرمين والخدام في المسيح وجميع الإكليروس والشعب إلى الرب نطلب. أجل ملوكنا المحفوظين من الله وكل بلاطهم وجنودهم ومؤازرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلب. كيريا إيسون. من أجل هذه الكنيسة المقدسة وهذه المدينة وجميع المدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل اعتدال الأهوية وخصب الأرض بالثمار وأوقات سلام إلى الرب نطلب. من أجل السائرين في البحر والمسافرين في البر والجو المرضى والمضنيين والمغتربين والمهاجرين والأسرى وخلاصهم إلى الرب نطلب. من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. كيريا إيسون. أعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا رب بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. لك الآن وكل آن وإلى دار الداهرين. آمين. بارك يا نفس الرب ويا جميع ما في باطن اسمه القدوس بشفاعة والدة الإله يا مخلص خالصنا. بارك
بارك يا نفس الرب ولا تنسي جميع احساناته بشفاعة والدات الاله يا مخلص خلصنا. الرب هيأ في السماء عرشه ومملكته تسود على الجميع بشفاعة والدات الاله يا مخلص خلصنا. باركوا الرب يا جميع اعماله في كل موضع سيادته في مواضع سيادته بشفاعة والدات الاله يا مخلص خلصنا. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان والى دهر الداهرين امين. بشفاعة والدات الإله يا مخلص خلصنا. اتكاتين ريني تكريو ضيثومن كيريا الله عندي لا فوسا سن الإيسان كذيا في لكسوني ماسو ثيوس تسي خارتي يا رب ارحم. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله لك يا رب. وتشون تكراتوس كي شويس تين وسيليم كي دينميس كي دوكسار تو باتروس كي تو إيوم كي تو أجيو بنفماتوس نين كي أين كي إستوس أيونس τον αιώνων. Αμήν. Σαμπιχ يا نفسي الرب وسبح الرب في حياتي وأرتل الإله ما دمت موجودا. خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات لنرتل لك هللويا. طوبى لمن إله يعقوب شعبه ورجاله على الرب إلهي. خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات لنرتل لك هللويا. صانع السماوات والأرض البحر وكل ما فيها. خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات لنرتل لك هللويا. يملك الرب إلى الدار إلهك يا سيو إلى جيل بعد جيل. خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات لنرتل لك هللويا. المجد للأب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الدائرين آمين. يا كلمة الله للروحين الذي لم يزل غير رمائك لقد قابلت أن تتجسد من أجل خلاصنا من القديسة والدة الإله الدائمة البتولية مريم وتأنست بغير استحالة وصلبت أيها المسيح إلهنا وبموتك وطئت الموت وأنت لم تزل أحد الثالوث القدوس الممجد مع الآب والروح القدس خلصنا. وأيضا بسلام إلى الرب نطلب كيريا الله إيسو. أعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب ارحم. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة
سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. لك يا رب، لأنك إله صالح ومحب للبشر، وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. آمين. حضرت من العلو يا متحنن وقابلت دفن ذا ثلاثة الأيام لكي تعتقنا من الألم، فيا حياتنا وقيامتنا يا رب حضرت من العلو أيها المتحنن وقبلت الدفن ذا ثلاثة أيام لكي تعتقنا من الألم، فيا حياتنا وقيامتنا يا رب المجدولا. صوفيا προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστόν σον σον ημάσι الأيام لكي تعتقنا من الآلام، فيا حياتنا وقيامتنا يا رب المجدولا. لقد تعلمت الصلاح كنت في جميع الأحوال متيقظا ذنية صالحة سليم الضمير على ما يليق برجال الكنون، يا إيريثاوس الشهيد في الكهنة فتلقنت عني نائي المصطفى الأسرار التي لا ينطق بها، ثم حفظت الإيمان وأتممت الشوط على استقامة فتشفع إلى المسيح الإله
في خلاص نفوسنا شفعاء الأردن من فيه ولدوا حماته الأولى عاشوا حياة النسك الشريف لنمدحهم كمجاهدين ببهاء ماتوا مستشهدين ومجدوا الأرض في الأردن وهم أحباء الله فيلادلفيا بهم تهزوا والأرثوذكسيون يفخرون لقد أظهرتك حقيقة الأحوال لرعيتك دستورا للإيمان وتمثالا للوداع ومعلما للإمساك أيها الأب البرنيقوس لذلك اقتنيت بالتواضع الرفعة وأحرزت بالفقر الغنى فتشفى إلى المسيح الإله في خلاص نفوسنا يا شفيعة المسيحين غير الخازية الواسطة لدى الخالق غير المردودة لا ترضي عن أصوات طلباتنا نحن الخطأ بل تداركينا بالمعونة بما أنك صالحة نحن صارخين نحوك بإيمان بادر إلى الشفاعة واسرعي في الطلبة يا والدة الإله متشفعة دائما بمكرميك يديثم لأنك قدوس أنت يا إلهنا وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين أيها الإله القدوس المستريح في القديسين الذي يسبح السرافين بأصوات ثلاثية التقديس ويمجده الشيروبين وتسجد له جميع القوات السماوية يا من أخرج كل الأشياء من العدم إلى الوجود وخلق الإنسان على صورته ومثاله وزينه بجميع مواهبه يا من يمنح للطالب حكمة وفهما ولا يهمل الذين يخطئون بل وضع توبة للخلاص وقد أهل نحن عبيده الأذلة غير المستحقين أن نقف في هذه الساعة أيضا أمام مجد مذبحه المقدس وأن نقدم له السجود والتمجيد المتوجب له أنت أيها السيد تقبل من أفواهنا أيضا نحن من خطأ التسبيح المفسد في التقديس افتقدنا بصلاحك واغفر لنا كل ذنوبنا الطوعية والكرهية قدس نفوسنا وأجسادنا نحن نعبدك بالبر كل أيام حياتنا بشفاعة القديسة والدة الإله وجميع القديسين الذين أرجوك منذ الدهر لأنك قدوس أنت يا إلهنا وإياك نمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين المجد لك ارحمنا أيها
ارواحنا، ولن تنفصل عن نفوسنا في الاحزان، ولا تبتعد عن قلوبنا في الشدائد، بل دائما تداركنا. اقترب الينا، اقترب يا حاضرا في كل مكان، وتمسك مع رسلك دائما. السماء وانظر وتعاهد هذه الكرمة والصحام التي يمينك غرستها. Στον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν, είναι φύτευσεν η δεξιάν σου. Ήλα συνήναντιντα وتعاهد هذه الكرمة والصحام التي يمينك غرستها. Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Δυνάμεις, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, وسيئات المغبوطة المؤمنين. كيري يسون سون تو سفسفي إن تو سفسفي. يا رب خلص المؤمنين. يا رب المؤمنين.
رب خلص الحساني العبادة يا رب خلص الحساني العبادة واستجب لنا الأب الأقدس طوباوي والجزيل الاحترام بطريرك المدينة المقدسة أورشليم وسائر أعمال فلسطين سوريا العربية وعبر الأردن وقان الجليل وصهيون المقدسة أبونا وسيدنا لتكن سنوه عديدة Θεοφίλου του Μακαριωτάτου, Θεοτάτου, τε και Παναγιωτάτου, Πατρός ημών και Πατριάρχου της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και Πάσης Παλαιστίνης, Συρίας Αραβίας πέραν του Ιορδάνου, Κανά της Γαλιλαίας και Αγίας Ιών πολλά τα έτη. Θεοφίλος, ο Λαβ, ο Λαχδάς, ο Τουβάουι, ο Λζαζίλου, λιχτήραμ, Πατριάρχη, Μεδίνα, τη Μουκαντασά, ο Ροσέλιμ, ο Σέρ, Αμέλη, Φιλιστίν, ο Σουρία, ο Λαραβία, ο Ιβραήλ, ο Ορδόν, ο Ακόν, ο Λζαλίλ, ο Σιόν, ο Μουκαντασά, Αβούνα, ο Σαϊδάν, ο Λιτάκον, Σουνού, ο Αδίδα. كريستوفروس الكلي الطهر والجزيل الاحترام المقام من الله رئيسا ساقفة على مدينة كرياكوبوليوس المقدسة المتقدم في الكرامة والمتصدر في الرئاسة على سائر الأردن أبونا ورعينا لتكن سنوه عديدا. كريستوفروس الكلي الطهر والجزيل الاحترام المقام من الله رئيسا ساقفا على مدينة كرياكوبوليوس المقدسة المتقدم في الكرامة والمتصدر في الرئاسة على سائر الأردن أبونا وراعينا لتكن صنوه عديدا. كريستوفوروس الكلي الطهر والجزيل الاحترام المقام من الله رئيسا ساقفة على مدينة كرياكوبوليوس المقدسة المتقدم في الكرامة والمتصدر في الرئاسة على سائر الأردن أبونا ورعينا لتكن سنوه عديدا. أنت يا رب تحفظنا وتسترنا من هذا الجيل فلنصغي. خلصني يا رب فإني بارا قد فنيت. حكمته فصل من رسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى لكورنثوس. حكمة فلنصغي. يا إخوة أنتم هيكل الله الحي كما قال الله إني سأسكن فيهم
وأسير فيما بينهم وأكون لهم إلهاً ويكونون لي شعباً، فلذلك أخرجوا من بينهم واعتزلوا يقول الرب، ولا تمسوا نجسا فأقبلكم وأكون لكم أبا وتكونون أنتم لي بنين وبنات يقول الرب القدير. وإذ لنا هذه المواعيد أيها الأحباء، فلنطهر أنفسنا من كل أدناس الجسد والروح، ونكمل القداسة بمخافة الله. سلام لك أيها القارن ولكافة الشعب. هللويا هللويا هللويا. السلام لجميعكم ولروحك. فصل شريف من بشارة القديس لوقا البشير. المجد لك يا رب المجد لك. قال الرب: ما تريدون أن يفعل الناس بكم كذلك افعلوا أنتم بهم، فإنكم إن أحببتم الذين يحبونكم فأية منفعة لكم؟ فإن الخطاة أيضا يحبون الذين يحبونهم. وإذا أحسنتم إلى الذين يحسنون إليكم فأية منة لكم؟ فإن الخطا أيضا هكذا يصنعون. وإذا قرضتم الذين ترجون أن تستوفوا منهم فأية منة لكم؟ فإن الخطا أيضا يقرضون الخطأ لكي يستوفوا منهم المثل. ولكن أحبوا أعداءكم واحسنوا واقرضوا غير مؤملين شيئا، فيكون أجركم كثيرا وتكونوا بني العليم. فإنه منعم على غير الشاكرين الأشرار. فكونوا رحماء كما إن أباكم هو رحيم. المجد لك يا رب المجد لك. لا
أبنائي، حبيت اليوم أكون معكم في العقبة. أنتوا أبناء رعية القديس نيكولاوس، حبيت اليوم أكون معكم بعد ما امبارح كان عنا صيامة في مدينة المفرق، صيامة شماس جديد، وإجيت اليوم لإلكم أنتوا هاي الرعية المحروسة من ربنا حتى أحكي لكم إنه نحن في القدس صاحب الغبطة وأنا في عمان من حبكم. أنتوا قريبين منا، أنتوا مش منسيين. وعشان هيك أبنائي حبيت اليوم نرفع صلاة مع بعضنا البعض بقلب واحد وبفكر واحد، لأنه الصلاة هي عربون عن وحدتنا، والصلاة فيها منفعل محبتنا لله من خلال القريب ومن خلال العودة لذاتنا. عشان هيك استمعنا اليوم للإنجيل من البشير روكا اللي حكى السيد شو المنفعة إذا أنت بتحب اللي بحبك، أو أنت بتقرض اللي بتستنى إنه يوفيك الدين. ولكن المسيح علمنا حب آخر، وهي هي روعة المسيحية أبنائي، إنك تحب عدوك. كثير مهم إنه نحن المسيحيين نبني علاقتنا ببعضنا البعض على هاي القاعدة الروحية، لأنه هاي هي قاعدة إيمانية إنجيلية روحية لحياة كل واحد فينا. إنجيل اليوم بحطنا أمام حقيقة كتير مهم إنه ننتبه إلها، لأنه نحن كتير مرات في زمن المصلحة المتبادلة وفي زمن النظام الرأسمالي اللي فيه الإنسان بعطي حتى يأخذ، ما بعطي بدون مقابل، اللي فيه الإنسان حتى بده يعطي القليل وبيستنى يأخذ الكثير. وإنتوا منتبهين هذا هو عكس تمام عن روح الإنجيل وعن روح مسيحيتنا. علمونا في النظام الرأسمالي إنه نقدم قليل ونحن مرتاحين ونستنى الكثير، وهيك بيزيد غرور الإنسان وطمعه إنه بده أكثر، وبيفكر حاله بكبريائه إنه هو مستحق لهذا الأكثر، وبالتالي صرنا عبيد غير شاكرين لله، بطلنا نشكر على كثير نعم اللي إلنا اللي عدنا إياها، وأصبحنا لهاي النعم نحكي ما هذا مفروض هيك يكون، الكل عنده في بيته صحن أكل اللي بلوكله كل يوم، شو يعني أنا عندي صحن أكل وباكله؟ ما الكل عنده بيته وبينام فيه، وشوفوا في ناس عندها فلل، طبيعي هذا جدا. شو يعني كل الناس بتنام وبتصحى؟ طبيعي جدا. بطلنا نشكر ربنا على القليل الموجود عندنا اللي هو كثير بالبركة، عشان هيك ضاعت البركة، فقدناها، وضعنا في كبرياءنا وازداد طمعنا، وصرنا نفكر إنه نحن دائما منستحق الأكثر ولازم يكون عندنا الأكثر. نظام رأسمالي، نهج منظم للبشرية حتى تتبعه، حتى تقع في فخاخ هاي العبودية، العبودية لفكر هذا العالم على عكس فكر الإنجيل. شوفوا إنجيل اليوم، أي منفعة إذا بتحب اللي بحبك،
معيار المحبة هو إنك تحب العدو اللي علمنا إياها يسوع على الصليب. ما كان إله أي ذنب ولكنه انصلب. ما كان إله أي ذنب ولكنه مات على الصليب. وكابد الآلام من أجل كل واحد فينا حتى يخلصنا. شوفوا قديش المحبة. المحبة بتحاكي كل واحد فينا. هي محبة شخصية مش محبة عمومية زي ما كتيرين بيحاولوا يفرجونا إياها إنه المسيح حب الكل. لا، المسيح حبك، المسيح حبك، المسيح حبني. المسيح أتى من أجل كل واحد فينا ومات من أجل كل واحد فينا. عشان هيك نفس كل إنسان هي مقدسة وثمنها غالي، لأنه ثمنها دم المسيح على الصليب. المسيح من أجلك مات، ثمنك غالي لأنه ثمنك هو دم المسيح. الإله الإنسان، الإله المتجسد مات من أجلك حتى يحكي لك إنه أنا بحبك. علاقة شخصية مع كل واحد فينا حتى يجذب الكل إله، حتى نكون كلنا واحد بالمسيح. هاي المحبة أبنائي ما بتخضع لمحبة العالم الزمني، يعني محبة البيع والشراء. بتيجي عندك، باجي عندك بتحكي لي مرحبا، بحكي لك مرحبا. بتصبح علي، بصبح عليك. ما بتصبح علي، ما بشوفك. انت مش موجود بالنسبة إلي. شوفوا الكبرياء. منا نجرح الآخر، منا نجرح الآخر بقساوتنا، بكبريائنا. انت ما شفتني، ما عبرتني، انت مش موجود، ما بشوفك. كبرياء. ما في مسيح. الآخر هو موجود بالمسيح. ووجود كل إنسان فينا حي في داخلنا، يعني وجود القريب الحي في داخلنا هو وجود نحن. نحن كل مرة من موت القريب فينا نحن من موت أبنائي. وهذا اعرفوا، هاي قاعدة روحية. يعني كل مرة بتقطع الشركة عن قريبك انت بتموت، بتموت اشي فيك وبتقع في انزواء، بتزوي حالك. وبهذا الانزواء انت بتمرض نفسيا حتى. عشان هيك بتشوفوا كتير ناس مش قادرين يتواصلوا مع الآخر. في عقد، في أفكار، في تشويش. القلب مش صافي، الذهن مليء بأفكار، متشوش. بتشوف التاني بعينيه وبتشوف إنه فكره متشوش. العينين ما بتطلع محبة. في لغة اللي هي لغة الجسم. لغة الجسم هي اللي بتعبر عن محبة للقريب. لما إمتى؟ لما القريب يكون عايش فيك. وقتها أنت بتكون عايش. إذا مات القريب فيك، عمالك بتموت تدريجياً. وعشان هيك إنجيل اليوم بدعونا لمصالحة، قبل مصالحة مع القريب ومع الله، بدعونا لمصالحة مع ذاتنا. كيف بتتم مصالحتنا مع ذاتنا أبنائي؟ مصالحتنا مع ذاتنا هي بتتم من خلال إنه نوحد كل قوانا. كيف يعني؟ يعني نحن كتير مرات منفكر بإشي وبالفعل قلبنا بده إشي تاني، ولكن في الآخر إرادتنا بتعمل إشي ثالث. هذا بحد ذاته هو سيزوفرينيا، انفصام في شخصيتنا. يعني العقل بيحكي لي أحسن إنك هيك تعمل، ولكن قلبي ما بده يعمل هذا الشيء، بده يعمل إشي تاني لأنه بحب إشي تاني. وفي الآخر إرادتي الضعيفة بتعمل إشي ثالث. شوفوا النزاع اللي نحن فيه.
وهذا بيخلينا مش متصالحين مع أنفسنا، شخصيتنا مهتزة، سيزوفرينيا، انفصام في الشخصية. كل ما هاي القوى الثلاثة تصالحت مع بعضها البعض من خلال التواضع، وإنها تدخل في طاعة حب المسيح، حب القريب، هون منتصالح، بصير بفكر وقلبي بده وبعمل إشي واحد اللي هو للمسيح، هو الصالح الروحي، هو اللي بيدوم معي بعد الموت. لأنه هون مندخل بمعيار آخر، المسيح أجا حتى يحررنا من قيود الخطية، يعني من الموت. فبالتالي أنا بقيس كل شيء حوالي بمعيار الموت، شو الإشي اللي بيبقى معي بعد القبر، هذا هو الدائم، اللي قبل القبر كله زائل فاني، كله بيروح. فهون لما منراجع أنفسنا منشوف إنه نحن كثير مرات منقلق، منضطرب، منخاف، منحكي الهم على أمور اللي فعلياً ما إلها قيمة، لأنها هي مش موجودة، نحن أوجدناها وسوينا حواليها وهم، أعطيناها قيمة وفي الحقيقة ما إلها قيمة، لأنها ما بتدوم بعد الموت. نحن أبناء الحياة الأبدية، مش حكالنا المسيح أنتم لستم من العالم، لهذا يبغضكم العالم، أنو عالم؟ عالم الفساد، عالم الموت، عالم الخطية، أنتم مش من هذا العالم، أنتم من عالم الحياة الأبدية، الملكوت السماوي. عشان هيك المسيحي بيعيش الملكوت السماوي من هون، من العرض، من الأرض، عشان هيك بيكون بسلام، بفرح. المسيحي من أهم سماته إنه هو في سلام بداخله، في فرح، وهذا الفرح بعطيه للكل، لأنه متصالح مع نفسه، متواضع، بشكر ربنا، قنوع، بيقتنع في كل إشي حواليه، هو برضي فيه، راضي منه، عنده علاقة سليمة وصحيحة مع القريب. مين مكان هذا القريب؟ مش مهم شو هو، ولكن هو القريب. وفي النهاية بهذا كله بيلتقي مع الله. عشان هيك إنجيل اليوم بيوضعنا أمام كل هاي الحقائق، وبيعلمنا كيف نقدر إنه نحن نتفاعل بداخل هذا الحب اللي علمنا إياه يسوع على الصليب، وهو يموت من أجل كل واحد فينا. أبنائي، نعمة وبركة المسيح بشفاعة أمنا الفائقة القداسة والقديس نيكولاوس هي تكون معكم، هي تعطيكم كل نعمة وبركة، وهي تخليكم دائماً أعضاء أحياء في جسد المسيح القائم من بين الأموات، لأنه نحن هون فقط منستمد حياة بالقداس الإلهي. نحن فقط بالقداس الإلهي، لما منشترك بالقداس الإلهي نأخذ جرعة حياة، منعيش ومنأخذ جرعة أبدية، وهيك منقدر إن نعيش بسلام. قداس الأحد له أهمية كبيرة في حياتنا، مش هو فقط إنه نحن من نيجي نقضي واجب يوم في الأسبوع ساعة أو ساعتين، لا أبنائي، يوم الأحد بالنسبة له، بالنسبة إلنا، هو القيامة، هو الانتصار على الخطيئة وعلى الفساد وعلى الموت، اللي نحن منتذوقه ونحن منشوف إلهنا القائم من بين الأموات اللي بعطينا الحياة بالمناولة لما منتناول جسد ودم المسيح، ولما منشترك في القداس الإلهي. ربنا أبنائي يعطينا إنه نكون أبناء لإله، أبناء الملكوت السماوي وأبناء الدهر الآتي، لأنه هاي هي وهذا هو هدف حياتنا هون على الأرض، إنه نتقدس ونكون كاملين كما أبونا السماوي كامل وقدوس. ربنا يحميكم أبنائي. في آخر القداس بحب أعلن لكم بعض الإعلانات والقرارات اللي اتخذناها في الكنيسة، ولكن بتركها لآخر القداس، قبل ختم القداس رح أحكيها حتى نكمل بسلام القداس الإلهي.
نعمة وبركة المسيح تكون معكم بشفاعة أمنا الفائقة القداسة والقديس نيكولاوس. أمين. اتكاتيني ليلي تكريو دايثومن عندي لافوسوس ليسون كذيا فيلاكسوني ما سوثيوس تسي خارتي صوفيا. إذا أخر لك أيضا بالمراء كثيرة نجد لك ساجدين ونتضرع إليك أيها الصالح المحب البشر طالبين أن تنظر إلى طلباتنا تطهر نفوسنا وأجسادنا من كل الأدناس الجسدية والروحية. تمنحنا أن نمثل أمام مذبحك المقدس غير ملومين ولا مدينين. وهب أيضا الذين يصلون معنا يا الله النجاح في المعيشة في الإيمان وفي الفهم الروحي. امنحهم أن يعبدوك كل حين بخشية ومحبة غير ملومين وأن يشتركوا في أسرارك المقدسة غير مدينين فيستحقوا ملكوتك السماوي. حتى إذا كنا محفوظين بعزتك كل حين نرفع إليك المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. يا الله اغفر لي أنا الخاطي والحمي. يا الله اغفر لي أنا الخاطي والحمي. يا الله اغفر لي أنا الخاطي والحمي. ليس أحد من المرتبطين بالشهوات والملاذ الجسدية مستحقاً أن يتقدم إليك ويدنو منك ويخدمك يا ملك المجد لأن خدمتك عظيمة الشأن رهيبة عند نفس القوات السماوية أيضاً ولكنك لمحبتك للبشر التي لا توصف ولا تحد صرت إنساناً بلا استحالة ولا تغير وكنت لنا رئيس كهنة وسلمتنا الخدمة الكهنوتية لهذه الذبيحة غير الدموية بما أنك سيد الكل لأنك أنت وحدك تسود ما في السماوات وما في الأرض أيها الرب إلهنا رب السرافيم وملك إسرائيل المستوي على العرش الشرومي يا من هو وحده القدوس المستريح في القديسين فإليك أبتهل أيها الصالح السميع وحده أن تنظر إلي أنا عبدك الخاطئ البطال وتطهر نفسي وقلبي من الضمير الشرير تجعلني كفأ لقوة روحك القدوس وأنا لابس نعمة الكهنوت لأن أتمثل لدى مائدتك هذه المقدسة وأخدم جسدك المقدس الطاهر ودمك الكريم لأن إليك أتقدم حانيا عنقي وأطلب إليك فلا تصرف وجهك عني ولا ترددني من بين غلمانك لكن أهلني لأن تقدم هذه القرابين على يدي أن عبدك الخاطئ غير المستحق لأنك أنت المقرب والمقرب والقابل والموزع أيها المسيح إلهنا وإليك نرفع المجد مع أبيك الذي لا بدء له وروحك الكل قدسه الصالح الوحيد الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين أمين. إتخروفين مستيكوسي ونيزون ديسبيزو بيوتر يامي تدرسايو بنون بروسازو ديسباسا دين بيوتيكينا بطومة فاميريكا Oh.
تو خريستو Amen.
لك الحسانية العبادة الأرثوذكسيين ليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الدائرين. كهنوتك ليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
أبانا وبطرياركنا ثيوفيلوس، المجمع المقدس مع إخوتنا رؤساء الكهنة والكهنة المتوحدين، الكهنة الشمامسة والرهبان والراهبات، وكل أخ لنا في المسيح، أخانا المتروبوليت فينادكتوس مع إخوتي وشركائي في الخدمة الإرشمندريت كريستوفوروس وصابا وكلافديوس، مع الإيكونوموس باسيليوس والأب توما والشماس المتوحد سيلفستروس والراهب سلوانوس، جميعكم مع جميع المسيحيين الحسن العباد الأرثوذكسيين الموجودين في هذه الكنيسة المقدسة، مع جميع الذين في الضيقات والأحزان والشدائد، الذين في الأسر والسجون والمعتقلات والزلازل والكوارث والأوبئة، وأبناءنا الذين في الغربة والمهجر، مع جميع الذين يتعبون ويخدمون ويرتلون في هذه الكنيسة المقدسة، مع جميع الذين ذكرت أسماءهم على المذبح المقدس من أحياء، والذين على فكر كل واحد منكم ليذكر الرب الإله في ملكه السماوي كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. ليذكر الرب الإله في ملكه السماوي كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. أمين. الذين سبقونا على رجاء القيامة والحياة الأبدية من أبائنا وإخوتنا وأجدادنا، البطريرك ثيودوروس، المتروبوليت أريستوفولوس وقسطنطين، ورئيس الأساقفة سيلفستروس، مع جميع رؤساء الكهنة والكهنة المتوحدين الكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات، السالف رقادهم والذين خدموا في جميع أديرة وكنائس المملكة، مع جميع الذين سبقونا على رجاء القيامة والحياة الأبدية من أبائنا وإخوتنا وأجدادنا، والذين ذكرت أسماءهم على المذبح المقدس من راقدين، والذين على فكر كل واحد منكم، مع رئيس الأساقفة ثيوفيلكتوس والإرشمندريت أنثيموس، ليذكر الرب الإله في ملكه السماوي كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. كهنوتكم وشموسيتكم ليذكر الرب الإله في ملكه السماوي كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. وفشيمون يوسيف أبو دوكسيلوس كابلون توخرندوس سوما سيندوني كثراك أروماسي εν μνήματι καινών και δεύσα σαν πέφετο, τότε ανήσως η έκοτε θυσία στηριός ο Μόσχος και λέει σόν, και λέει σόν, και λέει σόν. Αρρώχε κοντός γιαχελού αλέικουμ, μα κούβα τελ αλήτου δαλήλκουμ, كهنوتك وكهنوتك 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 وشخصيتك ليذكر الرب الإله في ملكه السماوي كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب من أجل نجاتنا من كل ضيق و
وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. اضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا الله صل. أن يكون نهارنا كله كاملاً مقدساً سلامياً وبلا خطيئة الرب نسأل. استجب يا رب. ملك سلام مرشداً أميناً حافظاً لنفوسنا وأجسادنا الرب نسأل. غفران خطايانا والصفح عن ذنوبنا ربنا سأل. استجب يا رب. الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالم ربنا سأل. أن نقضي بقية زمان حياتنا بسلام وتوبة الرب نسأل. نراسك إياه. أن تكون أواخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسأل. يستجب يا رب. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. لك يا رب. برافة ابنك الوحيد الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكل قدس الصالح والمخلي الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. السلام لجميعكم ولروحك. لنحبنا بعضنا بعضا حتى نعترف باتفاق مقر. بأب وابن وروح قدوس ثلوث متساو في الجوهر وغير منفصل. متساوٍ في الجوهر وغير منفصل. الأبواب الأبواب بحكمة لنصغي. أؤمن بإله واحد آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح
ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر الذي فيه كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد فاقس القطني وتألم وكبر وقام في اليوم الثالث على ما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا يأتي بمجد ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له ومجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وأترجى قيامة الموتى والحياة في الدار الآتي آمين. لنقف حسناً لنقف بخوف لنصغي إلى تقديم القربان المقدس بسلام رحمة سلام ذبيحة تسبيح. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس لتكن مع جميعكم. لنرفع قلوبنا فوق لنشكرن الرب حق وواجب. حق وواجب أن نسبحك ونباركك ونحمدك ونشكرك ونسجد لك في كل مكان سيادتك، لأنك أنت الإله الذي لا يوصف ولا تحده العقول ولا يرى ولا يدرك، الدائم الوجود والكائن هو هو بلا تغير، أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس، وقد أبرزتنا من العدم إلى الوجود، ولما سقطنا عدت فأقمتنا ولم تنفك تعمل كل شيء حتى أصعدتنا إلى السماء ووهبتنا ملكوتك المستقبل. فمن أجل كل ذلك نشكرك أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس على كل ما وصل إلينا من الإحسانات مما نعلمه ومما نجهله ظاهرا كان أم خفيا، ونشكرك أيضا على هذه الخدمة التي ارتضيت أن تتقبلها من أيدينا، مع أن ألوفا من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة ماثلون لديك، الشيروبيم والسرافيم ذوي الستة الأجنحة والكثيري الأعين يحلقون بأجنحتهم في العلا متطايرين. قدوس 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 رب السماوات والسماء والأرض مملوءتان من مجدك وصنع في العالي مبارك الآن باسم الرب. إننا نهتف نحن أيضا مع هذه القوات المهبوطة أيها السيد المحب البشر ونقول قدوس أنت وكلية القداسة، أنت وابنك الوحيد عظيم الجلال، يا من أحب عالمه بهذا المقرار حتى إنه بدل ابنه الوحيد لكي لا يهلك من يؤمن به ويحصل على الحياة الأبدية، يا من أتى وأتم كل التدبير الذي من أجلنا، ثم في الليلة التي أسلم بل بالأحرى أسلم نفسه فيها من أجل حياة العالم، أخذ خبزا بيديه المقدستين الطاهرتين البريئتين من العين وشكر وبارك وقدس وابتسم وأعطى تلاميذه الرسل القديسين قائلا:
خذوا كل هذا هو جسدي الذي يكسر من أجلكم لمغفرة الخطايا. وكذلك الكأس من بعد العشاء قائلا: اشربوا من هذا كلكم، هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يهرق عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا. ونحن لتذكرنا هذه الوصية الخلاصية وكل ما جرى من أجلنا الصلب والقبر والقيامة الثلاثية الأيام والصعود إلى السماوات والجلوس من عن اليمين والمجيء الثاني المجيد، التي لك مما لك نقدمها لك على كل شيء ومن جهتي كل شيء. إياك نسبح، إياك نبارك، إياك نشكر يا رب، وإليك نطلب يا إلهنا. يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني. إن نقدم أيضا لك هذه العبادة الناطقة غير الدموية، ونرغب إليك ونطلب ونتضرع، فارسل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الموضوعة. بارك يا سيد الخبز المقدس، اجعل أما هذا الخبز فجسد مسيحك الكريم. آمين. بارك يا سيد هذه الكأس المقدسة، وأما ما في هذه الكأس فدم مسيحك الكريم. آمين. باركهما كليهما يا سيد، محولا إياهما بروحك القدوس. آمين. 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 حتى يكونا للمتناولين لانتباه النفس لمغفرة الخطايا لشركة الروح القدس ومن ملكوت السماوات، والدان لديك لا لديمونة ولا لإدانتنا. ثم نقرب لك هذه العبادة الناطقة من أجل الذين ارتاحوا من هذه الحياة أيضا على الإيمان، من الأجداد والآباء وسيد الآباء والأنبياء، الرسل والكرزة المبشرين والشهداء المعترفين والنساك، وكل روح صديق توفي على الإيمان، أيتها العذراء التي قبلت من ملاك السلام وولدت خالقها. خلص الذين يعظمونك، خلص الذين يعظمونك، خلص الذين يعظمونك. استكيريوتوس لتروبوندوني كريستوفورو كلافيوك سابت فومانيوس سيلفستر كوليناس كوكريست سلوان. وخاصة من أجل الطاهرة الكلية القداسة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتورية مريم، والقديس روفيوس الذي مقيم تبكار افتقدنا يا الله، والذين رقدوا على رجاء الباعة في الحياة الأبدية، رئيس الأصابع فارفي وفيلتوس مع الأرشيد أنثيموس، مع جميع الذين سبقونا على رجاء القيامة والحياة الأبدية، رئيس الأصابع ولدتك عظيما في القدوس ايتها الفارق قدسها والده الاله اعيننا، عظيما هو اسم الفارق قدسها والده الاله اعيننا، عظيما هو اسم الفارق قدسها والده الاله اعيننا، الذين قدموها والذين قدمت من اجلهم اذكر يا رب عبيدك من اجل الصحه والسلامه والعافيه والخلاص.
اذكر يا رب اولا ابانا وبطرياركنا ثيوفيلوس، هبه لكنائسك المقدسه بسلام صحيحا معافا مكرما مديد الايام مفصلا كلمة حقك باستقامته. اذكر يا رب ولنا أبانا ورئيس ساقفتنا خريستوفروس، وابه لكنائسك المقدسة بسلام صحيحا معافا مكرما مديد الأيام مفصلا كلمة حقك باستقامته. جميعهم وجميعهن واعطنا أن نمجد بفم واحد وقلب واحد ونسبح اسمك الكلي الإكرام والعظيم الجلال أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. ولتكن مراحم الإله العظيم مخلصنا يسوع المسيح مع جميعكم. وروحك. اذكر أيها الرب هذه الكنيسة والبطريركية وهذه الأبرشية والدير وهذه المدينة التي نحن ساكنوها وجميع المدن والقرى وساكنيها على الإيمان. اذكر يا رب السائرين في البحر والمسافرين في البر والجو، المرضى والمضنيين، المغتربين والمهاجرين والأسرى لنجاتهم. اذكر يا رب الذين يثمرون والذين يعملون في كنائسك المقدسة والذين يتذكرون مفتقدين المساكين، وارسل مراحمك علينا جميعا. أيها السيد المحب البشر، لك نودع كل حياتنا ورجاءنا، وإليك نبتهي المتضرعين، نطلب سائلين أن تجعلنا أهلاً لتناول أسرارك السماوية الرهيبة، أسرار هذه المائدة الروحية الشريفة بضمائر نقية لمغفرة الخطايا والصفع عن الذنوب ولشركة الروح القدس وميراث ملكوت السماوات والدانة لديك، لا لدينونة ولا لإدانتنا. سيد أن نسرى بدالة على أن ندعوك أبا غير مدينين أيها الإله السماوي ونقول: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الجوهري أعطنا اليوم، واترك لنا ما علينا كما نترك نحن من لنا عليك، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. Ότι σου έστει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιωνών. السلام لجميعكم ولروحك. لك يا رب نشكرك أيها الملك الذي لا تدرك الأبصار، يا من بقدرته التي لا تحد خلق كل البرايا، بكثرة رحمته أبرز كل الأشياء من العدم إلى الوجود. أنت أيها السيد اطلع من السماء، انظر الذين أحنوا لك رؤوسهم فإنهم لم يحنوها للحم ودم، بل لك أيها الإله الرهيب. فأنت إذن أيها السيد مهد كل ما يستقبلنا حدوثه من الأمور حتى يكون للخير لنا على حاجة كل واحد منا. سر مع السائرين في البحر ورافق المسافرين في البر والبحر والجو، واشفي المرضى
يا طبيب نفوسنا وأجسادنا. بنعمة ورافاة ابنك الوحيد ومحبته للبشر الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدسه الصالح المحيي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. أيها الرب يسوع المسيح إلهنا، اصغي من مسكنك المقدس من عرش مجد ملكك، هلم لتقديسنا أيها الجالس مع الآب في العلا والحاضر معنا هنا غير منظور. أهلنا لتناول جسدك الطاهر ودمك الكريم بيدك العزيزة ومناولته بنا لكل شعبك. يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني. المقدسات للقديسين. وبارك ميراثا قد نظرنا النور الحقيقي واخذنا الروح السماوي ووجدنا الإيمان الحق فلنسجد للثالوث غير المنقسم لأنه خلصنا. الله إلهنا، آمين. ليمتلئ فمنا من تسبيحتك يا رب لكي نسبح مجدك، لأنك هلتنا للاشتراك بأسرارك المقدسة. احفظنا في قداستك، لا يجينا طول النهار ببرك. هللويا هللويا هللويا. نشكر الرب دائما. لك يا رب إنا نشكرك أيها السيد المحب البشر المحسن إلى نفوسنا، لأنك أهلتنا في هذا اليوم أيضاً لأسرارك السماوية غير المائتة. اجعل طريقنا قويمة، ثبتنا جميعاً في خشيتك، احفظ حياتنا وأيد خطانا بصلوات وتضرعات المجيدة سيدتنا والدة الإله وجميع قديسيك، لأنك أنت هو تقديسنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. لنخرج بسلام. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم، باسم الرب بارك أيها السيد القديس. Thank you.
يكون اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدهر ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدهر من الآن وإلى الدهر ليكن اسم الرب مباركا. بركة الرب ورحمته تحلان عليكم بنعمته الإلهية ومحبته للبشر كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. المجد لك يا إلهنا ورجاؤنا المجد لك. أيها المسيح إلهنا الحقيقي، يا من قام من بين الأموات لأجل خلاصنا، أنت بشفاعة أمك القديسة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم، بقوة الصليب الكريم المحيي، بنعمة القبر المقدس القابل للحياة، بطلبات القوات السماوية العقلية الإلهية العديمة الأساد، وبتضرعات النبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان، والقديسين المشرفين الرسل الكلي مذيحهم الاثني عشر والسبعين، والقديس المجيد الرسول الكلي مذيحه يعقوب أخي الرب والرؤساء أساقفة أورشليم، والقديسين المجيدين الشهداء الحسن الظفر وأبائنا الأبرار المتوشحين بالله، والقديس نيكولاوس رئيس أساقفة ميراليكيا العجائبي شفيع هذا الدير المقدس، والقديسين المشرفين الملكين المعظمين المتوجين من الله المعادلي الرسل قسطنطين وهيلاني، والقديسين الصديقين جدي المسيح الإله يواكيم وحني، وأبينا الجليل في القديسين يوحنا الذهبي الفم رئيس ساقفة القسطنطينية الذي أقمنا خدمة قداس الإلهي، وتذكار القديس يروثيوس أسقف أثينا الذي نقيم تذكاره اليوم، وجميع قديسي ارحمنا وخلصنا بما أنك الإله الصالح والمحب البشر. لسنين عديدة يا سيد، لسنين عديدة يا سيد، لسنين عديدة يا سيد. بصلوات أبائنا القديسين أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا. آمين. سيدنا صلوات سيدنا صلوات. آمين. آمين. الثالوث القدوس ليحفظكم جميع أيام حياتكم.